عندنا الحين حاليا راح نتعلم شلون بالاختبارات الفاينل إذا كان عندي مسألة من المسائل خلينا نقول اللي محتاجة حل، شلون نقدر نرفعها الحل لها. خلينا نقول افتراض ان هذا هو مثلا خلينا نقول السؤال اللي عندي راح تكون عبارة عن مثلا رسمة واسألكم عنها مثلا سؤال معين. شلون الطريق؟ راح تشوفون دائما ان السؤال هذا راح يكون فيه هني مكتوب ابلود فايل. المطلوب عليكم انكم تشوفون الدائرة اللي هني تبلشون تحلها كورقة A4 خارجية عندكم، والكالكوليتر يكون يمكم، تحلونها تخلصونها توصلون حق النتيجة المطلوبة من عندكم أو الغرض المطلوب من عندكم. بعدها نشوف نقطة وايد مهمة، فايل نمبر اوف ليميت هني واحد، هذا معناه أن أنتم بس راح ترفعون صورة واحدة أو ملف واحد. أوكي، فلما تسوون أبلود مثلا، أوكي تضغطون أبلود، لما نضغط هنا أبلود راح يطلع عندكم ميخاف أنا بس لأنه طلع لي هم تشوفوني هذا الصورة اللي انتم راح تشوفونها. أول ما نضغط هنا أبلود راح يطلع لكم بالشكل هذا، مثلا شنو تبي تشوفون ما تبي تشوفون. خلينا نقول فرضا أن أنا مثلا أبي هذا حلي، خلينا نقول فرضا هذا حلي، راح أضغط عليه أسوي له أوبن يطلع لي بالشكل هذا. طبعا الحل مالي أنا شلون صورته عن طريق الموبايل، صورته عن طريق الموبايل ودزيته مباشره، كان الحين هو ارتفع الحل. الحين اي حق مثلا السؤال الثاني، لاحظ اني بالسؤال الثاني مثلا هم مطلوب حل مثلا، بس نلاحظ ان هي فايل نمبر في ليمت 2 السايز 100 ميجا، انا حاطه سايز كبير، هذا معناه ان انا ممكن اخذ اذا حلي كان على صفحتين اقدر اخذ صورتين او ثلاثه بالشكل هذا. اوكي، مثل الطريقه هذه ايضا ممكن يكون حلي عباره عن خلينا نقول هذا مثلا حلي وهذا حلي مثلا، الاثنين هذول اختارهم تمام وسوي سبمت. كلاحظوا ان في عندي هنا انا حلين او خلينا نقول صفحتين يعني من الحل. بهالطريقه هذه عقب ما اخلص انا اكمل باقي الاسئله اسوي سبمت، انا كذي خلصت شلون انا اقدر ارفع حلي حق الفاينل. اوكي بالطريقة هذه، وتشوف هني هذا الحلول كاهي موجودة، واضحة الطريقة. أبي الكل الحين السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، أهلا السموحة، بس أنا قاعد أسجل أنا لكم. روحي. لا لا أنا قاعد أسجل الحين طريقة الاختبار التجريبي حقكم، فبيخالف لأني مشيتي قلت لك صور ما له شغل بالحل، بس بوريك إن سويت ريفرش ثلاث مرات. يلا طلعت معي الصور. مي خالف، بس انا الحين قاعد اسجل وراح اعرضها حق الطلبه، فانت الحين دشيتي علي بالتسجيل، انطري بس شويه خله بالطريقه هذه. احنا مي خالف بس خليك تواني، احنا بالطريقه هذه قدرنا ان احنا الحين نرفع الصور، هذه اهم طريقه. اوكي كذي يكون احنا خلصنا الحين طريقه شلون نقدر نرفع صور حق الامتحان الفاينل. ابي الكل بالاختبار التجريبي يرفع اي صور عنده بس عشان هو يتعود ويتعلم شلون من الموبايل، شلون من الايباد، او شلون من الكمبيوتر. الامور هذه ضروري يا شباب يا بنات انكم تتعلمون التكنيك هذا، لان عندنا اكثر من مساله محتاجه هذه الطريقه من الحل عن طريق الصور. اوكي ورد لي توحين يمكن من اختكم انه في مشكلة بالصور هذا الرفرش، اللي عرفنا ان انا ساعات حتى انا تصير ساعات تصير معاي ان لما نسوي رفرش تطلع الصورة يعني اتمنى ان ما المشاكل هذه ما تصير. وبالرفرش اللي انا عرفته الحين لما سألنا ملوت مايكروسوفت ان بالرفرش ما يسكر الامتحان على الطالب، وهذه نقطة حلوة، وان شاء الله يعني اموركم طيبة في الموضوع هذا. الله يعطيكم الف عافية، راح نسكر الحين التسجيل.